أردنا الإسهام في النقاش الوطني بهذه الأرضية التي تطرح حلولاً ومساعي توافقية بناء على مجموعة من المرتكزات والآليات والأهداف. دمج الحل السياسي مع الحل الدستوري كخيار مشترك وتوافقي. اعتبار الآلية الانتخابية الشفافة والديمقراطية أنجع طريق للشروع في حل الأزمة الراهنة. تحضير لمؤتمر وطني جامع وشامل يضم الفواعل المختلفة. ضرورة الشروع في تنظيم هياكل لإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم العملية الانتخابية. ضرورة استقالة الوزير الأول. تنظيم انتخابات رئاسية في غضون مدة أقصاها 6 أشهر.